السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي وبناتي الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الرابع ابتدائي، معكم معلمتكم حصة رميح. نستعرض قوانين التعلم عن بعد. أبحث عن مكان هادئ للتعلم، أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعدادا للدرس، أجلس جلسة صحيحة، أتعلم جيدا حتى أتفوق، أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث، أجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. موضوع درسي لهذا اليوم هو لبس القميص. الهدف العام معرفة مهارة لبس القميص. الأهداف الخاصة: أن يجلس الطالب والطالبة على كرسي أو على الأرض حتى يشعر بالاتزان أثناء اللبس. أن يضع الطالب والطالبة القميص أمامه ويحدد الأمام من الخلف ويمسك الفتحة الرأس بكلتا يديه. أن يدخل الطالب والطالبة القميص من جهة الرأس بكلتا يديه ثم يسحب إلى الأسفل. أن يمد الطالب والطالبة اليد داخل الكم ثم يمد اليد الأخرى. أن يسحب الطالب والطالبة القميص بكلتا يديه. الهدف العام معرفة مهارة لبس القميص. الدرس، ما هو درسنا؟ هو لبس القميص. هنا خطوات لبس القميص. هنا نرى صديقتنا نورة تعلمنا ما خطوات لبس القميص. يا طلابي وطالباتي، هنا عندما لا أشعر بالاتزان ماذا أفعل؟ أجلس على كرسي عند اللبس أو على الأرض. أجلس على كرسي أو على الأرض. نتابع الخطوات. تحديد الجهة الأمامية، أحدد الجهة الأمامية للقميص الذي أريد أن ألبسه. مثل الطفلة هنا نورة تحددنا جهة القميص الذي تلبسه وماذا تفعل. و ادخل الرأس، ادخل الرأس، مثل هنا طفلة، ادخل الرأس، ادخل الرأس، ثم ادخل اليد اليسرى، ثم ادخل اليد اليمنى، ادخل اليد اليسرى ثم اليد اليمنى، ثم ماذا أفعل؟ ثم ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ انزل القميص بكلتا يدي. ماذا أفعل؟ بداية أحدد الجهة اليمنى واليسرى وأدخل القميص من الرأس، ثم أدخل اليد اليسرى ثم اليد اليمنى، ثم أنزل القميص إلى الأسفل. هنا خطوات اللبس يا طلابي وطالباتي. نعيد خطوات اللبس. هنا نجلس على كرسي، أحسنتم يا طلابي وطالباتي، حتى نشعر بالاتزان، أو نجلس على الأرض. نحدد الجهة الأمامية. ادخل الرأس، ادخل اليد اليسرى ثم اليد اليمنى، ثم ماذا أفعل؟ هل انتهيت؟ لا، انزل القميص إلى أسفل. انزل القميص إلى أسفل. هنا يطبق الطالب والطالبة خطوات لبس القميص بمساعدة الأب والأم. هنا يا طلابي وطالباتي، ما أداب اللبس؟ عندما ألبس ماذا أفعل؟ يستحب التسمية بقول ماذا؟ بسم الله عند اللبس، أسمي بقول بسم الله عند اللبس. وأداب اللبس، ماذا أضع الثياب التي أخلعها في المكان المخصص لها وعدم رميها. عندما تكون الملابس متسخة أضعها
في سلة الغسيل أحسنتم. هنا لا يخلع الولد ثيابه أمام إخوته الصبيان أو البنات، وكذلك لا تخلع البنت ثيابها أمام إخوتها الصبيان والبنات. دعاء لبس الثوب، ما هو دعاء لبس الثوب يا طلابي وطالباتي؟ نقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسانيه من غير حول مني ولا قوة. أقول الحمد لله الذي رزقني، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هنا دعاء لبس الثياب. خطوات لبس القميص، ما هي خطوات لبس القميص؟ نعيدها، نحدد الجهة الأمامية. هنا نرى نحدد الجهة الأمامية مثل صديقنا عزام، نحدد الجهة الأمامية. وماذا أفعل؟ أدخل الرأس، أدخل رأسي، أمسك القميص بكلتا يدي وأدخل الرأس، ثم أدخل اليد اليمنى. أحسنتم يا طلابي وطالباتي. ثم أدخل اليد اليمنى. أحسنتم يا طلابي وطالباتي. هنا ما هي الخطوات؟ بداية أحدد الجهة الأمامية، ثم أدخل، أحسنتم، أدخل القميص على رأسي بكلتا يدي، ثم أدخل اليد اليسرى أو اليمنى، ثم أدخل اليد اليسرى. أحسنتم يا طلابي وطالباتي. ماذا أفعل؟ أنزل القميص إلى أسفل، ثم أنزل القميص إلى أسفل. هنا يجب على الوالدين إحضار قميص وطلب من الطفل أن يلبسه. هنا ما هي الخطوات؟ كيف ألبس يا طلابي وطالباتي؟ أحسنتم، أحدد الجهة اليمنى. وماذا أفعل؟ أحدد الجهة اليمنى، ثم أدخل الرأس. أحسنتم يا طلابي وطالباتي، أدخل اليد اليمنى أو اليسرى، ثم أنزل القميص إلى أسفل. عندما لا أشعر بالاتزان ماذا أفعل؟ هل ألبس وأنا واقف أم أجلس على الأرض؟ أجلس على الأرض أحسنتم، أو على كرسي. أحسنتم يا طلابي وطالباتي. هل انتهيتم؟ أحسنتم يا طلابي وطالباتي. تطبيق عملي لبس القميص. هنا نطبق، هنا يا طلابي وطالباتي نحضر قميص ونلبس معا. هنا صديقتنا تسلم عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أصدقائي، سوف أريكم كيف ألبس قميصي. هنا صديقتنا سوف نلبس القميص معها، وأنتم بعد يا طلابي وطالباتي نحضر القميص. هنا أريد أن ألبس، أين الجهة المناسبة للبس القميص؟ هل هي هذه أم هذه؟ هذه، أحسنتم، هذه الجهة الأمامية للبس القميص. ماذا أفعل؟ ما هي الخطوة الأولى؟ ماذا نفعل؟ هنا أمسك القميص بكلتا يدي، وماذا أفعل؟ أدخل الرأس، أدخل الرأس، أدخل الرأس. هنا أدخل الرأس، ثم ماذا أفعل؟ أدخل اليد اليمنى أو اليد اليسرى. أحسنتم يا طلابي وطالباتي، وأدخل اليد الأخرى، ندخل اليد اليمنى أو اليد اليسرى، ثم ماذا أفعل؟ هل انتهينا؟ لا، ماذا أفعل؟ أنزل القميص بكلتا يدي إلى الأسفل، أنزل القميص بكلتا يدي إلى الأسفل. ماذا ترون هنا؟ هنا، أحسنتم، هنا لبسي، هنا طريقة اللبس صحيحة. أحسنتم يا طلابي وطالباتي. نعيدها، لبستم القميص يا طلابي وطالباتي. عندما لا أشعر بالاتزان، هل ألبس وأنا واقفة أم ماذا؟ ماذا يا طلابي وطالباتي؟ أجلس على الأرض أو على كرسي؟ أجلس على الأرض أو على كرسي؟ أجلس على الأرض أو على كرسي؟ أخذنا
دعاء لبس القميص. ما هو دعاء لبس القميص؟ من تذكره لي؟ أحسنتم يا طلابي وطالباتي، الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكساني من غير حول مني ولا قوة نلبس مرة أخرى. هنا أين الجهة الأمامية؟ هل هذه الجهة الأمامية أم هذه؟ من الجهة الأمامية؟ هذه. أحسنتم يا طلابي وطالباتي، ماذا أفعل بداية؟ ماذا أفعل عندما لا أشعر بالاتزان؟ هل ألبس وأنا واقفة؟ لا، أجلس على الأرض أو على كرسي. وماذا أفعل؟ أدخل الرأس، أدخل الرأس من هنا، أدخل الرأس. هل أدخلتم الرأس يا طلابي وطالباتي؟ ثم أختار اليد اليمنى أو اليد اليسرى، أدخلها ثم أدخل اليد الثانية. هل انتهيت؟ لا، ماذا أفعل؟ أنزل القميص إلى أسفل. هنا أنزل القميص إلى أسفل. هل انتهيتم يا طلابي وطالباتي من لبس القميص؟ هنا صديقتنا انتهت من لبس القميص. أحسنتم يا طلابي وطالباتي، وعند لبس القميص نسمي بقول بسم الله وندعو دعاء الثوب. الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكساني من غير حول مني ولا قوة. أحسنتم يا طلابي وطالباتي، هل انتهيتم من لبس القميص؟ أحسنتم يا طلابي وطالباتي، أحسنتم. هنا نكمل الأنشطة. لدينا نشاط رقم 1، رتب خطوات لبس القميص. هنا إنزال القميص من الأعلى إلى الأسفل، وإدخال اليد اليسرى، وإدخال اليد اليمنى، وإدخال الرأس. نرتب الخطوات. الخطوة الأولى ماذا؟ هو إنزال القميص من الأعلى إلى الأسفل. إنزال القميص من أعلى إلى أسفل. هنا في الصورة لدينا ينزل الولد القميص من الأعلى إلى الأسفل، وماذا؟ وأدخل الرأس. أحسنتم يا طلابي وطالباتي، والترتيب الصحيح وأدخل إدخال اليد اليسرى مثل الصورة، وهنا إدخال اليد اليمنى. هنا الترتيب الصحيح إنزال القميص من الأعلى إلى الأسفل، وإدخال الرأس، وإدخال اليد اليسرى، وإدخال اليد اليمنى. هذه ترتيب خطوات لبس القميص. نشاط رقم 4، ضع علامة صح أسفل صورة الجهة الأمامية للقميص، وعلامة خطأ أسفل الصورة الجهة الخلفية. 1، ماذا ترون هنا؟ 1، هل الجهة الأمامية أم الخلفية؟ الأمامية. أحسنتم، نضع عليها علامة الصح. أحسنتم يا طلابي وطالباتي، والصورة الثانية هي الجهة الخلفية. أحسنتم يا طلابي وطالباتي، نضع عليها علامة الخطأ. أحسنتم يا طلابي وطالباتي، قد وصلت إلى نهاية درسي. يجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة: أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا، أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها، مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب. تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور: تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على مهارة لبس القميص. الأهداف الخاصة: التوصية، الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية، حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس. علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر. التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة ومن حولنا. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. كانت معكم معلمتكم حصة رميح. إلى اللقاء.